أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. حفص راوي هذا المصحف. تخيلوا إنهم خدوا منه القرآن والحديث رفضوه تماما. اسم حفص يخش في أي حديث يترفض. ليه؟ لأنه كذاب مهمل و و و. أهلا بيك أخي مالك. أهلا بيك أخت فرحة. أنا اللي مستغربة له أخي مالك، إزاي يقبلوا القرآن اللي هو أهم ويرفضوا في الحديث حفص؟ طبعا صحيح، فعلا هذا السؤال محير دائما. لما كنا لاحظنا قدموا برامج اللي قدمت فيها معلومات عن حفص، بأن حفص كان شخص مكذوب الحديث وكان شخص مطعون به يعني جرحا وتعديلا من قبل رواة الحديث ومن قبل يعني علماء الرجال. فكان عمر بحير اني طيب، نحن لدينا حديث معروف على لسان محمد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. والرجل اي حفص اتهم بانه كان يكذب ويضع الحديث، فكيف يقبل ان يقرا القران عن شخص من مفترض انه في النار؟ ولكن ظهر باني بمعنى اني للامر خفايا تتعلق بانتماء حفص المذهبي. فظهر أن حفص ابن سليمان هذا شخص عاش بحقبة قريبة جدا من فترة جعفر الإمام الشيعي السادس. والشيعة يقولون في المصادر الشيعية في علم الرجال تضع حفص من أصحاب الإمام السادس الشيعي جعفر. هذا ما يقول. يعني حفص طلع شيعي. نعم. نقرأ مثلا في كتاب أعيان الشيعة يقول أن أصحاب جعفر بن محمد الصادق أي الرجل الإمام السادس الشيعي في رقم 180 يضعنا حفص بن سليمان أبو عمرو الأسدي الغادري المقرئ البزاز الكوفي. فهذا الرجل محسوب من أصحاب جعفر. فيعني تلاحظي حتى في مكان آخر كمان أيضا عند الشيعة حفص بن سليمان تعريف أبو عمرو الأسدي فلان فلان. ذكر الشيخ أن أحد الرجال أظن الطوسي في رجالي أظن رجال الطوسي في أصحاب الإمام الصادق. إذا يعني شيعي. نعم. بالخدمة كده نعم. شيعي. فعلا ولهذا السبب الشيعة المؤرخون الذين ركزوا على التاريخ الرجال عندما وصلوا إلى قراءة حفص قالوا بأن القراءة الحالية التي يتداولها المسلمين قراءة شيعية. لماذا؟ لأن حفص هو رجل شيعي. وهذا يقوله بصراحة أحد الكتاب الشيعة محمد هادي معرفي في كتابه تلخيص التمهيد، يقول وأما القراءة الحاضرة قراءة حفص فهي قراءة شيعية خالصة روى حفص وهو من أصحاب الإمام جعفر. فإذا هذه النقطة اللافتة للنظر. إذا فلما بيكون عندنا شخص شيعي ففي عنا إشكالية بالنسبة للعقل السني. كيف الإشكالية؟ أني إذا أخذ منه الحديث فلابد أن هذا الحديث يحمل فيه أفكار شيعية، يحمل الفكر الشيعي والعقيدة الشيعية. فارتأى على ما يبدو بذكاء رجال الحديث السني أن تعالوا نعمل على الشكل التالي، نقبله في القرآن ونجرحه في الحديث حتى لا يدخل الفكر الشيعي إنه. ونقطة ثانية هامة أن بعض علماء السنة قالوا بأن لو نحن نقبل آراء غير أهل يعني السنة ففي خطر أن يدخلوا ويصيروا أصحاب رأي وتأثير وتغيير. لأنه ممكن حفص إذا كان قارئ للقرآن فإذا كان قارئ للقرآن فهو بكفي أن يكون قارئ للقرآن وقراءته مسايدة في العالم الإسلامي لا يعمل دعاية يومية إلى الفكر الشيعي. أيوة. يبقى أخ مالك هو الموضوع سلطة، الموضوع سياسة، احنا مش عايزين ندخل الفكر الشيعي عندنا فيبقى حفص كخة. صحيح. أول ما يجي على القرآن حفص احنا بنقول عليها دحة يعني حلوة. حفص بقى دحة. يبقى يا شيخ الأزهر يا اللي ماسك موضوع السنة، ها قال السنة والجماعة، حفص شيعي مخبيين على الناس ليه؟ حفص شيء بتاخد منه القرآن لكن ايه بتقولوا عليه كذاب وكل وطلعته في كل حاجة مش كويسة على مين؟ على حفص. ليه؟ لأن حضرتك مش عايزين تدخلوا الدين، دخلته في الدين السياسة. القرآن ده ما يهمكمش، المصحف ده ما يهمكمش، بس المهم ايه؟ سلطتكم. حفص شيعي يا مسلمين
خدوا بالكم من الكلام ده. نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.